الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف في فروض التيمم الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الموالاة أي يجب أن يوالى بين أفعال التيمم، فيأتي بمسح العضو الأول ثم يأتي بعده بمسح العضو الثاني ولا يفصل بينهما فصلا طويلا. ومما يتفرع على الموالاة، وليس هذا هو نتيجة الموالاة، وإما مما يتفرع عليه أنه يلزم أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. لو أن امرأ كان عاجزا عن غسل بعض أعضائه وقادر على البعض، فإنه إذا أراد أن يتيمم للصلاة الثانية ولم ينتقض وضوءه فإنه يتيمم ويغسل العضو الصحيح. والسبب أنه تلزم الموالاة بين غسل الصحيح مع التيمم للعضو الذي لا يستطيع غسله. نعم. الخامس: تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزى. نعم، يقول: لا بد من التعيين في النية، إذ النية نية الفعل ونية التعيين معا، ويجب عندهم التعيين. إذا كان، متى تجب نية التعيين؟ قالوا: تجب نية التعيين عموما في العبادات إذا كانت العبادة تلتبس بغيرها، كما لو كانت الصلاة إما أن تكون فرضا أو نافلة فيجب تعيين فرضية، أو إذا كانت عصرا وظهرا فيجب تعيين العصرية العصر أو تعيين نية العصر أو الظهر. وكذلك هنا لما كان من جنسين مختلفين، تيمم لحدث وتيمم لنجاسة، فلا بد أن يعين أحدهما أو أن يجمع بين النيتين. وهذا معنى قوله: تعين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، فإن رفع الحدث لم يحكم برفع حكم النجاسة والعكس، لكن لو نواهما معا أجزأه. ومبطلاته خمسة، أي مبطلات التيمم: ما أبطل الوضوء وتقدمت، وهي ثمانية، ووجود الماء، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتق الله وليمسه بشرته، وخروج الوقت، نعم، وأخروج الوقت ناقض للوضوء لسببين: أولا لقضاء الصحابة، فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: التيمم لكل صلاة، ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم مخالف له. والأصل عندنا الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف، وخاصة إن كان الصحابي أحد الخلفاء الأربعة، فإن قوله في غاية التقدم، وهذا قد نقل عن علي رضي الله عنه واحتج به أحمد، مما يدل على صحته عنده. من حيث المعنى قالوا: لما كان التيمم مبيحا فإن الإباحة مقدرة بوقت الإباحة دون ما عداها. نعم. وخروج الوقت، قال: وخروج الوقت أي إذا خرج الوقت، تكلمنا عنه قبل قليل أنه يكون ناقضا، وزوال المبيح له، وهذا واضح، كأن يجد الماء وتقدم، أو يذهب المانع من التيمم كالشفاء من المرض ونحو ذلك، وخلع ما مسح عليه. نعم، لو أن امرأ كان قد توضأ ومسح على الخف، فإنه مر معنا أن من توضأ وقد مسح على خف أو على جبيرة ثم خلع هذا الحائل من خف أو جبيرة فقد انتقض وضوءه، وعرفنا الدليل. فكذلك نقول أيضا في التيمم: لو أنه في وقت التيمم كان لابسا لخف ثم خلعه نقول إنه ينتقض، وإن نعم وجد الماء ينتقض، يعني حكم الطهارة. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة، ولو كان في أثناء الوقت لأنه فعل الصلاة كاملة وهو معذور. وصفته أي وصفة التيمم أن ينوي ثم يسمي، نعم، وتقدم ذلك، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة، نعم، هذا واحدة على سبيل الاستحباب. لما؟ قالوا: لكي يصل التراب إلى ما بين أصابعه، أي إلى حروف أصابعه، ضربة واحدة، نعم، لأن أصح الأحاديث أنها ضربة واحدة، وأما ما جاء في بعض ألفاظ طريق قصة عمار أنها ضربتان فقد ضعفها جمع من أهل العلم، ومنهم أحمد فقال إنها لا تثبت، والصواب أنها ضربة واحدة، ولكن إن جاء بالضربتين فحسن لكي تكون ضربة للوجه وضربة لليد، لكن السنة واحدة. نعم. والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، نعم، بعد نزع الخاتم لكي
يصل التراب إلى ما تحت الخاتم. فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين. نعم. وسن لمن شوف هذه هي الكف، إذا ضرب بها على التراب الذي له غبار فإن هذا يسمى الأطراف الأصابع يسمى باطن الأصابع وهذا يسمى راحة. المصنف يقول إذا ضربه ضربة واحدة يأتي بأطراف الأصابع فيمسح بهما وجهه هكذا لكي يكون التراب المنتقل في بطن الأصابع يكون قد انتقل إلى وجهه، ثم يمسح ظاهر كفيه، هذا هو الظاهر، بالراحتين هكذا لكي يصلها التراب المتبقي مسحة واحدة. وهناك قاعدة مشهورة جدا أن الممسوحات لا يستحب تكرارها، مسح الرأس بالماء مرة، مسح الخف بالماء مرة، مسح الجبيرة مرة، مسح الوجه بالتراب مرة. والسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. نعم، الوقت نوعان، وخاصة في العصر وفي الفجر وفي العشاء وقت اختيار ووقت اضطرار، وما عداها من الصلوات ليس لها إلا وقتا واحدا. المصنف يقول إن من رجا وجود الماء ظن ولو احتمالا يسيرا ولو لم يكن غلبة ظن أن يجد الماء فالأفضل له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الاختيار إن كان للصلاة وقتان، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. نعم، يقول وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض، فرضين أو ثلاثة أو أربعة، بشرط ألا يخرج وقت الصلاة التي تيمم لها، فلو كان قد فاتته أربع صلوات فتيمم في صلاة الظهر فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء التي فاتته من الليلة من اليوم السابق في وقت الصلاة التي تيمم لها ما لم يخرج وقت صلاة الظهر التي تيمم لها. قال والنفل ما شاء ولو كان قيام ليل طويل. قال لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، عكس الوضوء، لأن التيمم استباحة والوضوء رفع حدث، والاستباحة متعلقة بالنية ورفع الحدث متعلقة بالصفة للحدث الذي رفع. باب إزالة النجاسة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنتكلم عن النجاسات وكيف تزال، ولنعلم أن النجاسات أنواع. النجاسة إذا كانت في الماء فإنهم يتكلمون غالبا عن كيفية إزالتها في باب المياه، وإذا كانت في المائعات فكذلك غالبا، وبعضهم يذكرها هنا. والمراد بالمائعات كل سائل غير الماء، وعندهم أن المائعات لا تطهر لا بمكاثرة ولا بغيره على المذهب. النوع الثالث من النجاسات النجاسة التي تكون على مخرج السبيلين، فما كان على مخرج السبيلين يذكرونه في باب مستقل ويسمى باب الاستنجاء والاستجمار أو يسمى باب الاستطابة. بقي عندنا النجاسة التي تكون على الثوب وعلى الأرض وعلى البدن، ثلاث أنواع من النجاسات سيردها المصنف هنا. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه، وفي متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة إلى لونها. المصنف رحمه الله تعالى يقول إن كل النجاسات تغسل سبعا، ما دليله؟ قال ثبت من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. هذا الحديث أريدك أن تعرف كيف استدل الفقهاء بهذا الحديث. هذا الحديث يقول العلماء إنه هو الأصل فيقاس عليه القياس الأولوي ويقاس عليه القياس المساوي كذلك. نبدأ بالقياس الأولوي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب، الولوغ الشرب من باب أولى ما كان بولا، من باب أولى ما كان أشد من الولوغ كالعرق ونحوه. وقوله الكلب يدلنا على أن الخنزير مثله فيغسل نفس الغسلات. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. قوله التراب إنما خص بالتراب لزيادة التنظيف، فكل ما كان يقوم مقامه في التنظيف فإنه يأخذ حكمه من باب قياس الأولوية. فالصابون والأشنان يصح بضم الهمز وكسرها، أشنان وإشنان وغيره من المطهرات تقوم مقام التراب من باب قياس الأولى. إذن أخذنا القياس الأولى في ثلاثة أشياء، في الولوغ وفي الكلب وفي التراب. أما القياس المساوي
فأخذوه في السبع الغسلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يغسله سبعا قالوا هذا نعممه على جميع النجاسات، لكن إن كان كلبا وما شابه الكلب قياسا أولويا كالخنزير فيزاد عليه بأن تكون إحداها معها تراب، وستأتي صفته بعد قليل. هذا دليلهم الأول. لماذا أخذتم بالقياس المساوي؟ طبعا القياس الأولوي قوي جدا عند الأصولي، لكن لماذا أخذتم بالقياس المساوي؟ أو طبعا لا يوجد قياس مساوي، لابد أن يكون الفرع أضعف من الأصل، هذا الأصل. لماذا أخذتم بهذا القياس هنا؟ قالوا لأن ابن عمر أخذ به. كيف؟ قالوا وجدنا أنه قد نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يجزئ في غسل النجاسة إلا سبع غسلات، كذا قالوا هذا الأثر. وهذا الأثر قال بعض المحققين وهو الشيخ عبد القادر بن بدران، بحثت عنه حتى في مصنف ابن شيبة، وهذا الكتاب الذي لم يقف عليه أحد يقول هو، بحثت فيه فلم أجد هذا الأثر. عذروني سأخرج دقيقة. هذا الكتاب الذي كان يفاخر بن بدران قبل أقل من 100 سنة أنه وقف عليه ولم يقف عليه غيره، وأنه تعب في الحصول عليه، أصغر طلبة العلم يستطيع أن يشتري في 5 دقائق ويستطيع أن يبحث فيه في 2 دقيقتين عن طريق وسائل هذه البحث الجديدة. العلم الآن أصبح سهل، الوصول للمعلومة، الصعب فهم المعلومة، وليس علما ما حولق مطر، وإنما العلم ما وعاه الصدر. في آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القلم يفشو القلم ويكثر القراء، في حديثين مختلفين، فالناس يقرؤون ويحسنون القراءة ولكن يقل الفقهاء. إذن ليس العلم بكثرة القراءة ولا بكثرة الكتب ولا بالبحث، بل ربما كان البحث مضرا. أصبح الناس لما يبحثون عن طريق هذه وسائل البحث على النت يأتي ويسمع ويقرأ بأغرب الفتاوى وشواذ المفتين، فيضعف العلم في قلبه ويظنه سهلا. ولذلك العلماء قالوا إن العلم لا ينال براحة البدن، تجلس ساعات وتصبر أيام وتردد المعلومة كرات ومرات، ثم بعد ذلك قد تكون من زمرة الفقهاء. إذن أنا قصدي من هذا أن تسهيل وسائل العلم قد يكون مضرا للمبتدئ اغترارا زهوا عجبا. أصغر طلبة العلم جمع من الكتب ما لم يجمعه كبار أئمة المسلمين. الإسنوي يقول هل تعلم أن الرافعي لم يقف على الأم؟ الرافعي الذي نسي الناس كتب الشافعي لما ألف العزيز لم يكن قد وقف على الأم. أصغر طلبة العلم يقف على المطبوع من الأم، طبعا لأن فيه نقصا. الأوائل لم يقفوا عليه قرونا، كان مفقودا ثم وجدوه. أنا قصدي من هذا أن العلم أصبح سهلا، لكن ما زال لا تستعجل في النفي. فأقول ابن بدران الشيخ عبد القادر بن بدران كان يقول لم أجد هذا الأثر مسندا، لكن قطعا أن له إسنادا، لكن ربما لم نقف عليه الآن، ولكن الفقهاء احتجوا به. نعم. ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا أو هما عجزا. يقول ويضر بقاء طعم النجاسة فيما إذا كانت النجاسة في مطعوم، وأما إذا كانت النجاسة في غير مطعوم فلا ننظر للطعم. مر علي أحد أغرب الناس لما قرأ كلاما مثل هذا، قال إني لأرى النجاسة على إناء فأذوقه. نقول حرام، هذا ما يجوز، إنما يذاق طعم النجاسة في المطعومات، كما لو كان عندك بر فوقع فيه نجاسة من أحد الحيوانات، فإن بقي طعمه فنعم، أو في الماء. وأما غير المطعومات فلا ينظر للطعم، وإنما ينظر للون والريح. ولذلك يقول المصنف ويضر بقاء طعم النجاسة أي في المطعومات لا لونها في كل شيء أو ريحه أو هما، أي اللون والريح وهو عاجز. ما الدليل على ذلك؟ أن المرأة التي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيب دم، أنه يصيب ثوبها الدم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه أي بالماء واعكسيه ولا يضرك أثره. فالأثر المعجوز عنه بعد الماء والدلك معفو عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جميع النجاسات من غير الدم. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. نعم، هذا النوع الثاني من التطهير. انظروا معي، النجاسات لكي نأخذها على سبيل التقسيم تنقسم إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة عادية، ونجاسة مخففة، هكذا سماها العلماء.
أما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير، تغسل سبعا إحداها بالتراب. النوع الثاني النجاسة المخفف العادية، والنجاسة العادية عند المتأخرين تغسل سبعا، والذي عليه الفتوى ويدل عليه الدليل أنه تغسل بما يزيل عين النجاسة بغض النظر عن عددها، واحدة أو عشرا، فكل ما أذهب عين النجاسة وإن بقي طعمه أو ريحه، إن بقي لونه أو ريحه المعجوز عنه فإنه تزول به النجاسة. لكن المصنف يقول، وهو قول المتأخر، لا بد من سبع، ولذلك يقولون في اللهجة الدارجة لنسبع الثوب، أي نغسله سبعا. الحالة الثالثة والنوع الثالث من النجاسات وهو النجاسة المخففة. والنجاسة المخففة عند المتأخرين نوع واحد، وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، قد يأكل شيئا يسيرا من باب التعويد كالتحنيك، لكن أن لا يشتهي الطعام، فهذا لا يلزم غسله وإنما يكفي نضحه. وما الفرق بين الغسل والنضح؟ الغسل هو إمرار الماء على المحل ثم انفصاله عنه، لا بد من التقطير. وأما النضح فهو إمرار الماء على المحل من غير انفصال. قال أحمد النضح هو الرش. أقل من النضح ما هو؟ المسح. تضع على يدك أو على المنديل ماء ثم تمر به على المحل، هذا يسمى مسح. المسح إنما يكون في الأحداث، مسح الرأس، مسح الخف، مسح الجبيرة، التيمم، المسح بالتراب. أما في النجاسات فلا يوجد إلا غسل أو نضح، وهو الغمر. طيب، شخص وقع على ثوبه دم فنقط عليه ماء، يكفي أم لا يكفي؟ نعم، ما يكفي حتى لو زال اللون، لا بد من الانفصال، لا بد أن يقطر فيخرج الماء ومعه النجاسة وجوبا. هذه متى؟ أنا عبرت بالدم، الدم لونه واضح، لكن في البول لو خرجت نقطة بول غمر ثوبه أو سرواله الذي وجد فيه النقطة ما يكفي، لا بد أن ينفصل ولو شيئا يسيرا بعصر أو بدون عصر، لا بد من الغسل. الغسل لا بد فيه من الانفصال. الغمر في ماذا؟ بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وبعضهم يزيد في الرواية الثانية المذي، ولكن معتمد عند المتأخرين أن المذي نجاسة عادية لا بد من الغسل ولا يكفي فيه النضح. ولكن في حديث النضح، حديث عروة بن الزبير عن أبيه. طيب، تفضل. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن النجاسات التي تكون على الأرض، فقال ويجزئ في تطهير صخر، أي الأرض، الصخور التي على الأرض، وأحواض، الأحواض الكبيرة وليس فيها ماء قليل، الماء القليل لا بد من غسله ثلاثا لأنه إناء صغير. قال وأرض تنجست بمائع، أي كنجاسة ونحوها، بول ونحوه، ولو من كلب، ولو كان المائع كبول كلب أو دمه وخنزير، مكاثرتها بالماء بأن يسكب على النجاسة ماء كثير حتى تذهب أجزاؤها. الدليل أن كلاب كانت تمر، أن أعرابيا بال هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم أمر بذنوب ماء فسكبه عليه، هذا بول وقع على الأرض، كيف طهره النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسكب ذنوب ماء عليه. قال بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، يكفي لأن النجاسة كانت على الأرض. طيب، سؤال، لو أن هذا البول وقع على هذه الفرشة التي تحتنا هل يكفي فيه المكاثرة؟ لا، يجب الغسل، يجب أن ينفصل الماء عن هذه الفرشة، لأن هذه ليست أرضا ولا صخرا أو حوضا متصلا بالأرض. نعم. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. نعم، هذا عند المتأخرين، والرواية الثانية والفتوى على خلافه أن الأرض لا تطهر بالاستحالة. قال ولا تطهر الأرض بالشمس، وهو الاستحالة بالشمس، أو بالريح والجفاف، أي جفاف العين، بل لا بد من ذهاب العين بالكلية أو أن يأتي تراب فيكون فوق النجاسة فيذهبها بالكلية. قال ولا تطهر النجاسة بالنار إذا احترقت فيبقى الرماد نجسا،
وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. نعم. وأما إن انقلبت فعل آدمي كنقلها أو فتح وكائها فبالإجماع حكاه ابن المنذر وغيره أنها تبقى نجسة وفيها حديث. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. نعم. قال ولو خفي موضع النجاسة من ثوبه غسل من الثوب حتى يتيقن أنه قد غسل النجاسة. مثاله هذه العباءة سوداء وقعت فيها نقطة بول ولكني نسيت أهو في أعلاها أم في أسفلها، لكني متيقن محله أهو في اليمين أم في الشمال، إذن أتيقن. لما كنت مترددا أهي في علو أم في سفل فأغسل هذه الجهة اليمنى فقط لأني متيقن أنها لن تتعدى هذه الجهة، لكن لو ترددت بين اليمنى والشمال فإني حينئذ أغسل الجهتين معا. إذن تغسل حتى تتيقن أنك قد غسلت المحل الذي فيه النجاسة. وعبرت بالسوداء لأن البيضاء قد يظهر محل النجاسة بوضوح. فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن النجاسات التي تكون نجسة لعينها فيجب إزالتها. أولا قال المسكر، وقد حكي الإجماع إلا قول ربيعة بن عبد الرحمن أن المسكر نجس. وقوله المائع هذه مسألة فيها إشكال عند أهل العلم، كيف يفرق بين المسكر وبين المخدر؟ إذ المخدر طاهر والمسكر نجس. قيل إن المسكر هو المائع وأما الجامد فهو المخدر. مخدرات كثيرة جدا وبعضها حبوب يتناولها الناس لحاجات كالبنج وغيره للأسنان وغيرها، وهذا الذي مشى عليه المصنف هنا. وقيل إن المسكر الذي يكون حكمه حكم الخمر في الحد وفي النجاسة ما كان مذهبا للعقل مع طرب ونشوة، وأما الذي يذهب العقل بلا طرب ولا نشوة فإنه يكون مخدرا فلا يكون نجسا، وهذا ذكره جماعة منهم ابن رجب والقرافي وغيره. وقيل غير ذلك، وقيل الاشتهاء، فما كان يشتهى فهو مسكر وما لا يشتهى فهو مخدر وهكذا. إذن قول المصنف المسكر المائع هذا قيد أحد القيود التي ذكرت المسألة وهو أحد الأقوال الثلاثة فيها. قال وكذا الحشيشة، الحشيشة هو نبت القنب، مشهورة جدا لم تعرف عند بلاد العرب إلا في القرن الثامن الهجري، وقبل ذلك لم تكن معروفة، ومن أول من ألف فيها بدر الدين الزركشي وغيره، وقد ألحقها كثير من أهل العلم بالمخدر وبعضهم ألحقها بالمسكر، والذي مال له المصنف تبع للشيخ تقي الدين أنها ملحقة بالمسكر، وحينئذ فهي نجسة، ومن أكل الحشيشة أو دخن الحشيشة وجب عليه حد المسكر وهو أن يجلد 80 جلدة. إذن هذا الأمر الأول من النجاسات وهو المسكر الخمر. الثاني قال ما لا يؤكل من الطير والبهائم، فكل ما لا يجوز أكله فإنه يكون نجسا، وهذا واضح سواء ذكي أو لم يذك. قال وما فوق الهر خلقة، إذ الهر وما دونه لحديث أبي قتادة المتقدم إنه من الطوافين عليكم والطوافات يكون طاهرا، تقدم حديث عنه، فإنه يكون طاهرا، وما يكون فوقه في الحجم فإنه يكون نجسا من الحيوانات التي لا يجوز أكلها. نعم. وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. نعم. قوله وما دونها في الخلقة كالحية والفأر فإنها طاهرة، قبل أن نتكلم المسكر غير المائع. ما دونها في الخلقة كالفأر يكون طاهرا، فلو صليت وأنت في أثناء صلاتك مر عليك فأر وهو حي لم يمت، إذ لو مات يصبح نجسا لأنه ميت، فلا تكون قد مررت بنجاسة. أو إذا مر أو ولغ في ماء فلا يكون نجسا الفأر، لأن كثيرا من البيوت لا تأمن من مرور الفئران فيها وخاصة بعض المناطق. وكذلك الحية والعقرب وغيرها هي طاهرة في حياتها، والعقرب أيضا بعد وفاته لأن ليست من ما ليس له دم سائلة أو نفس سائلة. والمصنف قال والمسكر غير المائع، طبعا إلا الحشيشة، مراده بالمسكر غير المائع الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو ماذا؟ المخدر، ومنه البنج. وقد قلت لكم إن العلماء يفرقون بين المخدر والمسكر بثلاث ضوابط أو بثلاثة ضوابط،
منها ما ذكر المصنف قيده، ومنهم من قال العبرة بالطرب، ومنهم من قال العبرة بالاشتهاء. نعم. وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، كالعقرب والخنفساء والبط والقمل والبراغيث. نعم، قال وكل ميتة نجسة، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة، سواء كانت طاهرة في الحياة أو غير طاهرة، لأن من غير مأكول اللحم ما هو طاهر في الحياة كالهر وما دونه في الخلقة، فكل ميتة فإنها تكون نجسة إلا ميتة الآدمي لحديث إن المؤمن لا ينجس، ومر معنا توجيهه، والسمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان السمك والجراد، والجراد هو معروف، وما لا نفس له سائلة، معنى ليست له نفس سائلة باللغة المعاصرة ليست له دورة دموية كاملة، وهذه أخذتوها في الإحياء في مادة الأحياء، فبعض الحيوانات ليست لها دورة دموية كاملة، فهذا يسمى ما لا نفس له سائلة. جميع الحشرات الذباب البعوض الخنافس البق الذي هو الذي يقرص هذا القمل البراغيث العقرب كلها ليست لها نفس سائلة، فهذه تكون طاهرة في الحياة وفي وحال الموت. ولذا فإن ابن عمر ضرب برغوثا وهو يصلي واستمر في صلاته وبقي البرغوث على يده، لو صليت وقد رأيت عقربا فوطئتها بقدمك بقدمك ولم أقل بنعلك وماتت، هي صلاتك صحيحة وإن كنت مباشرا لنجاسة، وهكذا أو بنعلك ولم تخلع نعلك أو وطئتها بنعلك ولم تخلع نعلك. نعم. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر. نعم، هذه مسألة مأكول اللحم. يقول الشيخ إنما أكل لحمه فإن بوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. الدليل عليه قصة العرانيين التي تعرفونها، عندما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للإبل وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، هو طاهر ولذا يجوز الصلاة في معاطن الإبل، ولا يلزم من قولنا إنه طاهر أنه يجوز شربه. ولذا يقول علماؤنا إن أرواث وأبوال الإبل ومأكل اللحم طاهرة، لكن لا يجوز شربها إلا لحاجة، النجاسة لا يجوز شربها إلا لضرورة، بينما أبوال الإبل مع كونها طاهرة لا يجوز شربها إلا لحاجة، بأن يكون مريضا ويعلم أن هذا نافع في مرضه. بعض الناس يريد أن يقوي بدنه ببول الإبل، نقول ممنوع ما يجوز. بعض الناس يقول أجرب، ما يجوز، ما في تجريب، ما لم يغلب على ظنك أو تظن بخبرة خبير أنه نافع وأنت محتاج لذلك، وإلا فيحرم شربه أبوال الإبل. هذا كلام أهل العلم، وتعلمون أن من المفردات فيما أظن أن أبوال الإبل طاهرة مفردات مذهب أحمد للحديث. بقي عندنا مسألة وهي قول المصنف ولم يكن أكثر علفه النجاسة، هذه مسألة الجلالة، فإن الجلالة لا يجوز أكلها حتى تحبس 3 أيام فيخرج ما في بطنها، فإنه حينئذ يجوز أكلها بعد ذلك. وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. نعم، يقول المصنف وما لا يؤكل من الحيوانات فإنه يكون نجس، وبوله نجس ومنيه نجس، إلا الآدمي فإن الآدمي لا يجوز أكله، لكن لبنه طاهر وهذا بإجماع، ومنيه طاهر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، تقول عائشة فكنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أفركه بيده لأنه يابس، وتحته بظفرها رضي الله عنها وهو يصلي ولم ينفتل من صلاته، فدلنا ذلك على أنه طاهر. نعم. والقيح والدم والصديد نجس. نعم، هذا هو نجس وحكي الإجماع عليه، حكى الإجماع عليه أحمد وهو من أشد الناس في حكاية الإجماع، حكى الإجماع عليه ابن حزم، وابن حزم من أكثر الناس تمسكا بظواهر الأدلة، ومع ذلك حكى الإجماع على نجاسة الدم. ممن حكى الإجماع على نجاسة الدم ابن المنذر، ومن أوسع الناس وأكثرهم كلاما في الإجماع. إذن 3 من أكبر علماء المسلمين وأخصهم بضبط الإجماع حكوا الإجماع على أن الدم نجس، وفي معنى الدم القيح والصديد، لأنهما دم، القيح والصديد دم، لكن الصديد يخرج بلا كريات دم حمراء فلا يكون لونه أحمر وإنما يكون لونه أصفر.
لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض. نعم، إذا من رحمة الله عز وجل أنه إذا شدت الحاجة لشيء عفي عن يسيره. الدم إذا كان يسيرا عفي عنه من جهات: الجهة الأولى أنه تبقى نجاسته لكن يخفف فيه من جهة أنه لا يلزم تطهيره، هو نجس، لكن إذا كان يسيرا لم يلزم تطهيره تخفيفا من الله عز وجل علينا، بقي نجسا لكن خفف في التطهير. نقطة جاءت على ثوبك فنقول يعفى عنها في التطهير وهو نجس. وهذا يدلنا على مسألة كلية، أن الشرع لا يلزم بتطهير كل النجاسات. ألم نقل قبل قليل إن أثر اللون والرائحة معفو عنه؟ ألم نقل في الاستجمار يبقى حكم، يبقى بعض أجزائها ويذهب حكمها؟ كذلك هنا نقول أيضا إن الدم اليسير معفو عنه من حيث إيش؟ التطهير، لا من حيث التنجيس. الثاني أن نقض الوضوء بالدم قول جماهير أهل العلم أنه ناقض، وتقدم معنا عندما قلنا إذا خرج دم، إذا خرج نجس كثير غير البول والغائط اللي هو الناقض الثاني، ذكرنا قبل الصلاة، بعد صلاة المغرب وقبل العشاء، هو ناقض لكن يعفى عن الدم اليسير فلا ينقض. إذن العفو من جهتين: العفو عن تطهير قليله، وأن قليله لا ينقض بالكلية. واضح يا شيخ؟ جيد، أشوفك تنظر لي بعد السؤال يا شيخ، ثواني بس. نعم. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ويضم يسير متفرق. نعم، يقول إذا كان من حيوان، يعني يعفى عن الدم اليسير إذا كان صادرا من حيوان طاهر. الحيوان الطاهر كالآدمي، حيوان طاهر، حيوان يعني حي، ليس أنه حيوان يقابل الإنسان، المراد بالحيوان الحي. الإنسان طاهر في الحياة، السنور وما دونه في الخلق طاهر في الحياة، مأكول اللحم طاهر في الحياة، دمه القليل معفو عنه ولو من دم الحيض، ولو كان دما قليلا من دم الحيض فإنه يعفى عنه لحديث المرأة التي ذكرناها قبل قليل. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني لو أن رجلا قطر على ثوبه 10 قطرات أو أكثر، كل قطرة في مكان، فنقول حينئذ إن هذا العشر يضم ما دام في ثوب واحد لكن لا أكثر، لو كان متفرقا على أكثر من ثوب لا نضمها كذلك. وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. نعم، يقول الشيخ إن الطين الذي في الشارع هو تراب فيه ماء، قد يكون هذا الماء من نجاسة كبول ونحو ذلك، حيث أنك لا تدري أهو نجس أم طاهر فهو طاهر. وقد مر عمر على شارع أو مر في طريق فرأى فيه ماء قد خرج من ميزاب بيت، فصاحب عمر رضي الله عنه قال يا صاحب الدار أخبرنا عن الماء طاهر أم نجس، فقال عمر يا صاحب الدار لا تخبرنا. وهذا من فقه رضي الله عنه كيف وقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعز أكثر الصحبة وأطولها. فلذلك لا يلزمك البحث، وهذا معنى قول مصنف وطين شارع ظنت نجاسته طاهر ليس نجسا. قال وكذلك عرق وريق من طاهر. كيف؟ الريق، ريق السنور طاهر، سئل عن الماء إذا سئر السنور والهر فقال إنه من الطوافين عليكم والطوافات، لكن هذا السنور إذا أكل نجسا ذهب وأكل فأرا مات، والفأر الميت أو الميتة نجاسة فبقيت في فمه، ثم شرب ماء فإنه يكون حينئذ سؤره نجس حيث انتقلت النجاسة من فيه إلى الماء. إذا كنت لم تتيقن ذلك فإن سؤره طاهر، هذا معنى قوله وعرق وريق من طاهر طاهر، يعني لأنك الأصل أنه طاهر ولم تتيقن النجاسة فيه. نعم. ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. نعم، لأنه إذا شرب من مائع فقد زالت النجاسة بعد ذلك فتكون بمثابة المطهر، وهذه واضحة. ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. نعم، الحديث الصريح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من الطوافين عليكم والطوافات، بل قد جاء عند أظن الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءته الهرة يقدم لها إناء فتشرب منه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضلها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله وفعله في الدلالة على الطهارة وعدم الكراهة، والنبي لا يفعل مكروها.
باب الحيض. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب الحيض، وهذا الباب من أصعب أبواب الفقه في باب العبادات. وأما أصعب باب فقه في المعاملات فهو باب ماذا؟ باب الغصب، فإن باب الغصب من أصعب أبواب المعاملات كما قاله مشايخنا ولم أجده في كتاب. وأما باب العبادات فأصعب باب فيه الحيض. السبب أن الذين كتبوا في هذا الباب والذين يقرؤونه ويشرحونه إنما هم رجال، والرجل لم يباشر ذلك. ولذا قالت إحدى الفقيهات وهي فاطمة الحنبلية فيما نقله عنها الصفدي في الوفيات، لا في أعيان العصر، أنها قالت نحن أعلم بشأننا. الأمر الثاني أنه لا تكاد امرأتان تتفقان في حالهما مدة طويلة، وكثيرا ما يختلف أحوال النساء. الثالثة أن هناك مسائل سميت بمسائل التحيير في الفقه عموما، جمع فيها ابن مازة الحنفي كتابا سماها المسائل المحيرة، ومن أطول أبواب التحيير التحيير في باب الحيض. وقد ألف الدارمي من علماء الشافعية وابن مازة من الحنفية، وقد ألف الدارمي كتابا سماه أحكام المتحيرة، وبعضهم يسميها المحيرة لأنها حيرت نفسها احتارت وحيرت المفتين في حالها. وعلى العموم فإن كثيرا من أبواب الحيض لا بد لها من ضابط، وإلا لا زادت الحيرة في الباب. وكثير من أبوابه تبنى على أقوال الصحابة كما سيأتي بعد قليل، ومنهم وخاصة عائشة رضي الله عنها. وكثير من أحكامه مبنية على الظن لا قطع فيها، وسأذكر لكم دليلا بعد قليل في حديث أم هاشم في مسلم كيف أن الظن معمول به في باب الحيض. نعم تفضل شيخ. لا حيض قبل تمام 9 سنين. نعم. دليل ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين لا حيض ما لم تبلغ الجارية 9 سنين أو نحو ما قالت رضي الله عنها. ولا فكل دم يخرج من بنت لم يبلغ عمرها 9 سنين قمرية فإن هذا الدم لا نحكم بأنه حيض مهما كان لونه. ولا بعد 50 سنة. نعم. الثاني قال ولا بعد 50 سنة، دليله أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة أي قمرية فقد خرجت من حد الحيض. وقوله هذا لا يعرف له مخالف فنأخذ به. وبناء على ذلك فإنه على قولهم إذا بلغت المرأة 50 فكل دم يخرج منها فإنه استحاضة ليس حيضا. وغالب النساء إلا ما ندر قبل 50 يبدأ اضطراب عادة عندها، فنقول إذا بلغت 50 عاما قمريا فكل دم يخرج منك نقول إنه ليس دم حيض. والفتوى بال50 مريحة جدا للمفتين وللنساء المستفتيات. نعم. ولا مع حمل. نعم ولا مع حمل، وهذا الذي يثبته الطب وهو الصحيح أن كل دم يخرج من المرأة الحامل إذا ثبت حملها فليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. نعم. قال وأقل الحيض يوم وليلة، دليله قالوا اتفاق الصحابة، فإن علي رضي الله عنه رفع له قضاء شريح لما قضى شريح أن امرأة خرجت من عدتها بعد 29 يوما، فقضى علي رضي الله عنه بصحة ذلك. كيف يكون قد قضى بذلك؟ طبعا قضى في شهر كامل، لأن أقل الطهر 13 يوما بلياليهن وأقل الحيض يوم وليلة، فتكون العدة 3 حيض 3 أيام بلياليهن و26 يوما وهما طهران، فيكون المجموع كم؟ 29 يوما. وقد قضى به علي ولم يعرف له مخالف، فأخذنا من ذلك أن أقل الحيض يوم وليلة. بناء على ذلك لو أن امرأة خرج منها الدم قليلا ثم انقطع لم يخرج إلا ساعة ولم يخرج أي لون من ألوان الحيض، سأذكرها لكم بعد قليل، لم يخرج شيء البتة الشهر كله، هل نقول لها تمسك هذا اليوم؟ نقول لا، إن هذا الدم ما لم يستمر يوما كاملا، طبعا لا يسمعنا يستمر مثل الحنفية يصب الدم، وإنما يكون ولو متقطعا فإنه ليس دم حيض لأنه عندنا التلفيق في الحيض معتبر، فلا بد أن يكون أقله يوم وليلة، فما كان أقل من ذلك فليس دم حيض.
وإنما هي ركضة فليست حيضا، لابد أن يكون أقله يوم وليلة، عرفنا الدليل. قال وأكثره 15 يوما. دليله هناك حديث يريدونه، أي يريده الفقهاء في كتبهم، ليس له أصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لما سئل ما نقص دين المرأة قال تمكث نصف دهرها لا تصلي. قال السخاوي هذا لم أجد له أصل في كتب الحديث. والحقيقة مع أن هذا الحديث لا أصل له إلا أن له شواهد تدل عليه، منها ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قضى بذلك، فقال علي رضي الله عنه ما زاد عن 15 ليلة أو يوم، ما زاد عن 15 ليلة أو قال عن 15 يوما فإنه استحاضة. وقضاء علي رضي الله عنه في الباب له حكم الرفع، لأنه لا يعرف له مخالف رضي الله عنه في الباب، فنأخذ بقول علي، والحديث لا يثبت فلا نأخذ به، أو لا نأخذه في الاستدلال، وإنما نأخذ بالقول وهو الأصوب، لو كان ضعيفا لأخذنا بالحديث، لكن ليس له أصل. إذن عرفنا أن أكثر 15 يوما، وعرفنا الدليل من قول علي. قال وغالبه، أي غالب الحيض، 6 أو 7 أيام، 6 أو 7، أي 6 ليال أو 7 ليال بأيامهن، واليوم والليلة 24 ساعة. لقصة حمنة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكثي قدر ما يمكث، أو تحيضي، تحيضي في علم الله عز وجل، 6 أو 7 أيام، 6 أو 7 أيام. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه غالب حيض النساء، وسيأتينا بعد قليل متى نأخذ بالأقل، متى نأخذ بالأكثر، متى نأخذ بالغالب. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. نعم، هذا لقضاء علي في قصة الشريح المتقدمة. وغالبه بقية الشهر. نعم، غالبه بقية الشهر، لأن المرأة غالبا تحيض في كل شهر مرة، فإذا كان غالب الحيض 6 أو 7 أيام، فغالب الحيض كم يكون؟ 23 يوم أو 22 يوم، 23 يوم أو 24 يوم، عفوا. نعم. ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثر الحيض، فقد تحيض المرأة في السنة مرة واحدة، ويحرم بل قد تحيض المرأة في عمرها مرة واحدة، وما عدا ذلك فيكون طهرا، فلا حد لأكثره، تحيض وعمرها 10 أو 15 عاما ثم ينقطع الدم ويكون طهرا إلى أن تبلغ 50 فيكون إياسا، فلا حد لأكثر الطهر. طيب، ويحرم. قبل أن ننتقل لما يحرم بسرعة سأمر على بعض المسائل. متى نأخذ بأقل اليوم والليلة؟ قالوا نأخذ بأقل اليوم والليلة في حالات، منها في المبتدأة، فإن المبتدأة تأخذ بأقل اليوم والليلة حتى تكون لها عادة فترجع لعادتها. الحكم الثاني إذا نأخذه لأقل الحيض، أننا نقول إن الدم إذا نقص عن يوم وليلة فلا عبرة به. متى نأخذ بأكثر الحيض وهو 15 يوما؟ نقول نأخذ بأكثره إذا زاد عنه، استمر الدم على أكثر من 15 يوما، ولم تكن المرأة معتادة ولا مميزة، معتادة ليس لها عادة في الشهر الماضي والذي قبله، ولا مميزة التي تميز بين ألوان الدم، إذ ألوان الدم 4، أقواها السواد وهو الحمرة الغامقة، ثم الحمرة وهي الحمرة الفاتحة الزهري، ثم الكدرة، ثم الصفرة، فالتي تميز بين ألوان الدم فإنها تكون مميزة، أو تميز باعتبار الأوجاع التي تأتيها، أو باعتبار الرائحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي لفظ يعرف، يعرف من العرف وهو الرائحة، ويعرف أي يعرف بالأوجاع المصاحبة، وقوله أسود أي اللون، والسواد معناه الحمرة الشديدة ليس القاني، والحمرة عندهم هو الزهر الفاتح، هذه ألوان الحيض، يعرف باللون والرائحة، ويعرف ماذا؟ بالأوجاع المصاحبة. هذه علامات الحيض الثلاث تستطيع المميزة أن تميز بينهما. كثير من الناس تقول والله لا أميز، يأتي جميع الألوان في يوم واحد، فنقول لست مميزة، حيث فقدت التمييز والعادة واستمر الدم أكثر من 15 يوما بلياليهن، فنقول ما زاد عن 15 يوما بلياليهن ليس حيضا مهما كان لونه، حتى يأتي الشهر الذي بعده. أقل الطهر بين الحيضتين إذا كملت الحيضة المعتادة، امرأة حيضها 7 أيام فكملت حيضتها، هذا قيد مهم، ثم طهرت، ويعرف علامة الطهر بثلاثة أمور قد تأتي، ثم نزل لها دم بعد ذلك لا نعتبر هذا الدم حتى يمر 13 يوما بلياليهم. قال علي رضي الله عنه لما سئل عن المرأة إذا طهرت ثم ترى الدم مثل نقاعة، يعني مثل الحمرة، مثل النقاعة،
فقال إنما هي ركضة من الشيطان. لكن لو لم تكتمل العادة، عادتها 7 أيام فجاءها 5 أيام ثم طهرت، تقول هذا نقاء طهر. فإن جاءها يومان فهو عادة ملفقة، فنحكم بأنها تتمة العادة. نعم. ويحرم بالحيض، ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج. نعم، هذا بإجماع، فإنه محرم وتجب فيه الكفارة. والطلاق، والطلاق لأنه طلاق بدعة. والصلاة لحديث ابن عمر، والصلاة بإجماع لحديث عائشة. والصوم والطواف كذلك، والطواف كذلك في قصة عائشة وأسماء. والصوم كذلك. وقراءة القرآن، نعم قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه، كان يقرؤون القرآن، كان يقرؤون القرآن على أحواله كلها ما لم يكن جنبا، والحيض مثله. وقد جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن أو شيئا من القرآن. وهذا الحديث وإن كان قد تكلم في زيادة كلمة الحائض، لكنه قد رواه أبو داود وغيره. ومس المصحف، نعم مس المصحف ومر معنا دليله. واللبث في المسجد، نعم تكلمنا عن اللبث في المسجد في الجنوب، وقلنا إن الفقهاء لا يقيسون الحائض على الجنوب، وقالوا لأن الذي ورد عن الصحابة إنما هو في الجنوب دون الحائض. وكذا ولكن قد نقول ويفتي به مشايخنا في الحاجة مثل مكة الذي يأتي مكان بعيد من النساء، فقد يشق عليها أن لا تأتي مع أهلها في المسجد، فنقول إن الحائضة تلحق بالجنوب فتدخل المسجد بشرطين، أن يكون دخولها لحاجة كتعلم علم أو أن تكون مع أهلها، والشرط الثاني أن تتوضأ لتخفف الحدث، وهو قول وجيه، وإن كان الفقهاء خصوه بالجنوب لكن القول بالحيض فإنه قوي جدا، لأن القاعدة عندنا أن الحيض أخف من الجنابة. نعم. وكذا المرور فيه إن خاف التلويث، نعم المرور في المسجد يجوز إذا أمنت التلويث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة وهو الحصير، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فهم العلماء أنه تأتيه من داخل المسجد، لأن المسجد لم يكن فيه باب يدخل عليه إلا باب للناس وأبواب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد سدت جميع بيوتهم التي من الجهة غير جهة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء لما منعوا من المرور قالوا لأنها أرادت أن تخرج يدها فقط، نقول لا، وإنما مرت، فالحائض يجوز لها المرور بشرط عدم أمن التلويث، بل قلت لكم خلاف ما ذكره المصنف يجوز لها حتى المكث بشرطين، الحاجة كتعلم علم ومصاحبة أهلها وتخفيفه بالوضوء. نعم. ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار أو طيب. نصفه على يقول ويوجب، يعني إذا خرج الدم ما الذي يوجبه؟ قال يوجب الغسل، لا يوجب الغسل والبلوغ، فإذا رأت المرأة الحيض وثبت باعتبار السن واللون فهي بالغ، تأخذ حكم النساء البوالغ في الأحكام كلها، وهو كمال الأهلية. طيب عندي سؤال، العلماء يذكرون سيأتي إن شاء الله في باب الحجر أن الحيض علامة بلوغ، قالوا الحمل ليس علامة بلوغ، كيف؟ ما رأيكم؟ غيرك، غير سمي الشيخ أيوب، الشيخ حمزة. نعم أحسنت. بعض الناس يستغرب كلام الفقهاء لما يقولون الحمل ليس علامة بلوغ وإنما الحيض، يقول إيش هذا التناقض، كيف تكون المرأة حامل وليست بالغا؟ نقول المرأة إذا حملت ولم تكن قد حاضت فحملها ليس دليل بلوغها، وإنما دليل على أنها قد بلغت قبله، فبلوغها متقدم على حملها، لا أن ابتداء حملها هو بدء بلوغها، بخلاف الحيض فإن ابتداء الحيض علامة البلوغ، فهو ليس علامة بل هو دليل على تقدم البلوغ. ولذا فإن بعض الطلبة قد يقرأ الكتاب ولا يقرأ شروحه ومطولاته فيخطئ في الفهم. نعم. قال والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها، الكفارة واجبة على الرجل وعلى المرأة، على الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال من وطئ امرأة حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، وسيأتي بعد قليل. نعم. أو قال أو ناسيا ولو مكرها، طبعا المكره الزوج يكون هو المكره على الوطء، ليست هي المرأة لا كفارة عليها، وإنما الكفارة على الزوج فقط، فعليه كفارة ولو كان مكرها على الوطء لأنه لا إكراها في الوطء عندهم، أو ناسيا لأن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان لأنه من أفعال المشاركات. قال أو جاهلا الحيضة أن امرأته حائض لا يدري أنها حائض فوطئها، كذلك تجب عليه الكفارة فلم يعذر بجهل الحال هنا. أو جاهلا التحريم، وهذا جهل الحكم، لأن هذا الحكم متعلق بالكفارات، والغالب وأحكام الكفارات لا يعذر فيها بالجهل،
كل أحكام الكفارات لا يعذر فيها بالجهل عندهم. مقدار الكفارة نعم، وهي دينار أو نصفه على التخير، وكذا هي إن طاوعت. نعم، قال وهي دينار أو نصفه على التخير، أي مخير بين أن يبذل النصف أو يبذل الدينار كاملا، والدينار يعادل 4 جرامات وربع، ونصفه جرامان وربع ونصف الربع يعني ثمن، والجرام يعادل الآن تقريبا 200 ريال، فهو مخير، تدفع الأقل أو الأكثر يجوز لك ذلك. المرأة لا تجب عليها الكفارة إن كانت مكرهة أو كانت ناسية، وأما إن كانت مطاوعة لزوجها فتجب عليها الكفارة. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم. نعم، الأحكام متعلقة بالحيض، بعضها متعلق بالحيض وبعضها متعلق بالاغتسال من الحيض. الأحكام متعلقة بالحيض تقدم ذكرها كالجماع والطلاق والغسل ونحو ذلك، وأما الأحكام متعلقة بالاغتسال بعده وهو الجماع فلا يجوز جماع المرأة حتى تغتسل بعده، ولذلك قال ولا يباح أي الجماع بعد انقطاعه أي انقطاع الحيض وقبل غسلها أي الغسل للجنابة أو تيممها حيث لم تجد ماء أو فقدته حكما غير الصوم، فيحرم الجماع ويحرم قراءة القرآن ويحرم الصلاة لأن يشترط لها الطهارة، وكذلك يتعلق به انقضاء العدة فلا تنقضي العدة حتى تغتسل، لكن الصوم يجوز لأن الصوم ليس من شرطه الطهارة، والطلاق كذلك يجوز، واللبث بوضوء في المسجد كذلك يجوز، هذا على المذهب. نعم، وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا، كيف تعرف المرأة ابتداء الحيض وكيف تعرف انتهاءه؟ تعرف المرأة ابتداء الحيض برؤية الدم، ما لم تر الدم فليس حيضا إلا في حالة واحدة، وهي إذا رأت الدم الضعيف وأتبعه دم قوي، فإن الدم الضعيف ليس عادة، ليس حيضا ما لم يكن في العادة. دليله حديث أم عطية عند أبي داود أنها قالت لم نكن نعد الكدرة والصفرة في زمن الحيض، فلم نكن نعد الصفرة والكدرة من الحيض شيئا، هذا لفظ أحد الألفاظ، بعض الألفاظ بعد الحيض شيئا، بعد الحيض شيئا. ولذلك فنقول إن كان دم قوي وضعيف فالدم الضعيف للمميزة التي لا عادة لها لا يعتبر حيضا، لكن هذه مسألة دقيقة نتجاوزها. إذا تعرف المرأة ابتداء الحيض برؤية الدم بألوانه الأربعة التي ذكرت لكم. كيف تعرف انقطاع الحيض؟ تعرف انقضاء الحيض بأمور، أولها أن ترى القصة البيضاء، والقصة البيضاء هو خيط رفيع تراه بعض النساء دون بعضهن، ليس كل النساء ترى القصة البيضاء، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الحاكم أنها قالت للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة، أي القصة البيضاء. الحالة الثانية، تعرف المرأة انقضاء الحيض بانقطاع الدم، إذا انقطع الدم كاملا ولم يخرج شيء وإن لم ترى القصة البيضاء. وبين المصنف انقطاع الدم فقال انقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. قالت عائشة لا تعجلن اعرضن علي الكرسف، الكرسف هو القطن الذي تحتشي به المرأة، فتنظر فيه عائشة فإن رأت قصة بيضاء قالت هذا هو الطهر، إن لم ترى أثر الدم قالت هو الطهر، إذن الجفاف التام، فتحتشي لا يخرج منها شيء. بعض النساء تعرفه بثلاث ساعات أو ساعتين، بعض النساء 5 ساعات، بعض النساء أكثر، كل امرأة لها عرفها، إلا الموسوس هذا أمر آخر والموسوسة، فتختلف المرأة في معرفة النقاء التام. هذا إيش الثاني؟ الثالث وهو الانقطاع الحكمي، والانقطاع الحكمي له صور أذكر بعضها، يعني الطهر الحكمي. الطهر الحكمي من صوره إذا كانت المرأة معتادة وزاد الدم على عادتها فإننا نحكم أن ما زاد على العادة طهر ولو كان دما قويا،
لأنه إذا تعارضت العادة مع التمييز قدمت العادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أمكثي قدر حيضتك، أي مقدار العادة، وهذا هو النص الصحيح. أمكثي قدر العادة، أمكثي قدر حيضتك. الحالة الثانية ذكرناها قبل قليل، إذا كانت المرأة فاقدة العادة والتمييز وجاوز حيضها 15 يوما فإن نحكم بطهارتها ولو كان يخرج منها دم. الحالة الثالثة، إذا كانت المرأة فاقدة العادة والتمييز، زين، أو نقول فاقدة، نعم فاقدة العادة والتمييز، واستمر الدم فيها أشهرا كثيرة، فنقول تمكث غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام. الحالة الرابعة، إذا كانت المرأة مميزة ولا عادة لها فتجعل الدم القوي حيضا والدم الضعيف استحاضة. إذن هذه 4 صور نحكم بانقطاع، نحكم بطهر المرأة وانقطاع الدم حكما وإن كان يخرج منها دم. نعم. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. نعم، هذا لحديث عائشة رضي الله عنها. فصل. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. نعم، مر معنا دليلها وهو قول علي رضي الله عنه، وسيتكلم هنا عن أحكام الاستحاضة. تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز. نعم، متى تجلس 6 أو 7؟ إذا فقدت التمييز وفقدت العادة. ثم تغتسل. كيف تفقد العادة؟ إما أن لا يكون لها عادة ابتداء، أو أن تلك المرأة كانت لها عادة واستمر بها فقد العادة مرتين، لأنه إذا تكرر فقد العادة مرتين فقد تركت العادة، لأنه أقل التكرار، لا فقدته 3 عفوا، لأن أقل التكرار 3 مرات، فحينئذ تفقد عادتها القديمة وتمكث في أول أمرها أكثر الحيض، ثم بعد ذلك تمكث أغلبه حيث لا تمييز ولا عادة طبعا. ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم، وتعصيبه لكي لا يلوث البدن والثياب. وتتوضأ في وقت كل صلاة. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها. وتنوي بوضوئها الاستباحة. نعم، أي استباحة للطهارة. وكذا. نعم. يفعل كل من حدثه دائم، مثل الذي يكون فيه رعاف دائم، أو أن يكون فيه جرح يثعب دائما، أو يكون فيه بول مستمر، أو ريح مستطلقة. ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة. نعم، يحرم الوطئ لأسباب، الأمر الأول أن فيه شبها بالحيض، الأمر الثاني أنه يؤذي المرأة، الأمر الثالث أنه مستكره، فقد يطأ الرجل امرأته وهي مستحاضة فيكون سببا في يعني كرهها، وهذا موجود، مر من يكره امرأته بسبب ذلك، فلذلك يمنع منه. فبعضهم يقول يحرم وبعضهم يقول إنه مكروه، والذي مشى على المصنف وهو قول المتأخرين الكراهة، لكن لا كفارة عليه لأنه لا يسمى حيضا. والنفاس لا حد لأقله. نعم، النفاس هو الدم الذي يخرج من الرحم مع الولادة أو بعدها، ولا حد لأقله، لأنه قد تلد المرأة بلا دم، مثل التي تعمل عملية القيصرية ويكون لها تنظيف، فإنه لا يخرج منها دم في كثير من الأحوال. وأكثره 40 يوما. نعم، أكثره 40 يوما، جاء فيه أثر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الترمذي إجماع الصحابة عليه، وإن كان من أهل العلم المتأخرين كمالك وغيره قال إنه يصل إلى 50 وبعضهم قول 60، ولكن حكى الترمذي إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أن حيض أقصاه 40 يوما. فائدة ذلك أن الدم إذا استمر بالمرأة أكثر من 40 يوما بلياليهن فنقول إنما زال استحاضة، إلا في حالة واحدة، إذا صلح أن يكون حيضا، فحينئذ نعتبرها حيضة متصلة بالنفاس، التي يسميها عندنا في العامة يسمونها أخت النفاس، فبعض النساء أول ما تخرج من النفاس يأتيها حيضها ويسمونها أخت النفاس لأنها متصلة بها. نعم. ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. نعم، الجنين له أحكام، أحكام تتعلق بعمر 40، وأحكام تتعلق بعمر 80، وأحكام تتعلق بعمر 120، وأحكام تتعلق ب6 أشهر، وأحكام تتعلق ب9 أشهر، فأحكام الجنين تختلف من وقت إلى آخر. وقد ثبت في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إذن هو نطفة، والنطفة لها أحكامها الواضحة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي قطعة لحم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. متى يكون مضغة؟ إذا جاوز 80 يوما. طيب، انظروا معي، جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه قال:
ثم يكون مضغة في ذلك، أي في الأربعين الثانية. وبناء عليه فقد قال فقهاؤنا أن العبرة بالتخلق، فإذا خرج الولد متخلقا من بطن أمه ميتا ترتب عليه أن الدم نفاس، وأنها إن كانت أمة صارت أم ولد لا تباع ولا توهب وتعتق من رأس المال، وأن الولد يدفن في المقابر المسلمين ويصلى عليه، وغير ذلك من الأحكام. وإن كانت مطلقة خرجت من عدتها وهكذا. وإن خرج غير متخلق فهو علقة أو أنه نطفة، فلا يكون الدم دم نفاس، وإنما يكون دم استحاضة فساد. واضح معي؟ ماشيين معي؟ طيب انظروا كيف تعرف المرأة أن الولد متخلق أو الجنين متخلق أو ليس بمتخلق. له حالتها، إن أن تنظر له هي أو القوابل أو لا ينظروا، فإن نظروا إليه فوجدوه قد تخلق بأن بدأ فيه رأس آدمي أو يد آدمي، يصبح كأن فيه بدء ظهور الرأس، يعرفه القوابل، فإننا نحكم بأنه قد ظهرت فيه خلقة آدمي. وإن لم يمكن النظر إليه، الآن في الطب إذا المرأة مات جنينها عملوا لها ما يسمى بالتنظيف، فيقطع الجنين في بطن أمه ويخرج قطع لحم، فلا يعرف أفيه خلقة أم لا. فإن لم ينظر إلى خلقة آدمي بكونه قد تقطع في أحشائها، فننظر لعمره، فإن كان عمره 81 يوما فأكثر لحديث ابن مسعود حكمنا بأن الدم دم نفاس، وإن كان 80 يوما فأقل حكمنا بأن الدم دم فساد واستحاضة. نعم. فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ يقول إن المرأة في كل 40 في النفاس الدم الذي يخرج منها مهما كان لونه بالألوان 4 فهو دم نفاس، لكن قد يتخلله نقاء 10 أيام يأتيها دم ثم ينقطع، 10 أيام ثم يأتيها، ففترة النقاء هذه 10 أيام حيث لم يخرج منها دم بالكلية ولو ضعيفا وهو الصفرة فإنه يكون طهر، تصلي وتصوم ولكن يكره وطؤها فيه احتمال رجوع الدم. فإن رجع الدم بعد ذلك نقول تكمل إلى 40، وفترة النقاء حكمنا بأنها طهر، فما صامته فهو صحيح، قضى بذلك الصحابة. ولكن قال أحمد أقل ما سمعت في النقاء، نقله صالح، يوم وليلة، فلو انقطع دم النفاس 20 ساعة فلا نسميه نقاء، لا بد أن يكون قد انقطع عنها 24 ساعة. وإن كان من المتأخر من يقول لا حد لحد النقاء، مو صحيح، لا بد يوم وليلة. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. نعم. يقول المصنف المرأة التي لها ولدان إذا خرج أولهما تتعلق بخروج الأول أحكام، ثم خروج الثاني تتعلق به أحكام، فخروج الأول من الأحكام يتعلق به بدء مدة النفاس، وخروج الثاني الأحكام تتعلق به الخروج من العدة، فلا تخرج من العدة إلا بولادة الثاني، وهناك أحكام أخرى. فلو فرضنا، لا أدري صحة ذلك أنا، أن امرأة حاملا بتوأم فولدت الأول ثم بعد 40 يوما ولدت الثاني، نقول خرجت من النفاس بولادة الثاني مباشرة، لأن ابتداء المدة كان بولادة الأول. وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض، أي من الكفارة دينار أو نصفه. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع نعم، ومثله أيضا. وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. نعم، يجوز شرب الدواء للرجل ليخفف باءته، مثل الذي يخشى على نفسه، وقد ذكرها الفقهاء والمؤرخون في من سافر إلى بلد فخشي من الوقوع، فإنه يشرب أدوية، لكن بشرط أن لا تقطع بالكلية، وإنما يمنع الجماع فترة مؤقتة وأن لا تضر بدنه. وكذلك المرأة يجوز لها أن تشربه لحصول الحيض ولقطعه، أي لقطع الحيض، وهذا أكثر ما يستخدم هنا في المدينة وفي بيت الله الحرام في مكة، وأكثر ما يبيع الصيادلة في هذه الصيدليات للنساء ما يقطع الحيض ويرفعه، وهذا جائز لكن بشرط
ألا يكون مضرا بها، لأن الله يحرم الخبائث ويحل الطيبات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لعلنا نكتفي بهذا، الأسئلة نجمعها غدا إن شاء الله مع كتاب الصلاة. الحمد لله أنهينا كتاب الطهارة كاملا اليوم.